وقلب العدو يوم القتال وعياد وعودات الحي في ويل. جلده صافي ما يلتمش بيه خيال يحنجل والناس يا بينا نجيل. ايوا تبارك الله. احكي لي انت كشاب جزائري الغنيه اللي درتها على الحراك كاين اللي ماش مكتبهم. نكتب انا القصايد وحدك من بكري نكتب. واحد يقرا خصك تكتب. نكتب عليهم. واه هي باريكزوب ان شاء الله احنا رانا ناوي الخير للبلاد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يجينا رئيس ان شاء الله. يجي رئيس ان شاء الله. الرئيس فيها فيها ان شاء الله. انت كيفاش راك كشاب جزائري تشوف المستقبل تاع الجزائر؟ راه غامض متسوس كاين غادي نولوا اللور غادي نقدموا. لا هما كاين ناس بكري قالوا ايه قالوا الاولى الزحمه الاولى دم. الزحمه الاولى دم فتناها. واه فتناها ايه. وقالوا الزحمه الزاوجه هم رانا فيها. رانا في الهم. رانا في الهم. هم مكملوش منها اخويا. واه والزحمه الثالثه. الثالثه راهم يقولوا تتخلط وما تعرف الكافر من المسلم. هادو صالحين قالوا هاك. والله الصالحين قالوا هاك. صح معلش نعاود نقولوا شي اللور الاولى قلت لي الدم. واه هذه فتناها في وسط العسريه السوداء. واه صاي فتناها. الزوجه قلت لي الهم. واه الهم عشناه مع ويحيى وجماعته. واه دوكا واش قلت الثالثه. واه تخلط. تخلط هما الشعراء تاع بكري كاع قالوا تتخلط ما تعرف الكافر من المسلم. هما قالوا هذا بدل القصيده. احنا ان شاء الله نطلبوا ربي تسقم الجزائر ان شاء الله ويجينا رئيس فيه خير مولا خير وفيه الخير. اعطينا قصيده تاع تفاؤل. اي روح نتفائل وسيدي شغل نكذبوا على ارواحنا. روح اكذب اكذب سما نجيبوا قصيده تكون يعني تاع نرفعوا المعنويات. نرفعوا المعنويات تاع الشعب. الشعب طاحوا له المعنويات. واه واه طلع عليه المعنويات. معليش معليش هاي ما صبناش لهنا مع هاد الغاشي وما لقيناش ناس تبغي بعضها رانا نخيطوا بالخيط الراشي وكي مرضت ما لقيناش دواها عدنا فلوكة حصلوها في روشي واللي راح يسوق مشي مولاها كولا لها الموتور وقرض الصاشي وباعوها في راي للشعب كلاها ما هيش فلوكا وهذيك بلادي واللي حررها مات والحي كلاها. الله يرحم الشهداء اللي حررونا البلاد. امين. وتسقسيني وين راك راني في الحراك والله ما نلقاك حتى نتهنى رانا مجتمعين ناوي المحبين ضد الخوانين واللي باعونا. لاباس غايه. لاباس غايه. اهلا اهلا خويا. لاباس واش راك؟ راك تبارك الله عليك. سي سالم اش راه يقول؟ اش راه يقول؟ يقول لك نتفكر بلادي وخروج الاوطان. ايه ما درت عالم باش الناس تهدر ولا خرجت من عند الشروق ما خليش قلبي حيران. هاو قال لك هذه معوانه الغاشي ولاد الرياح كبار وصغار. الله يحفظهم. ومعوانه الوليدات ام الوالي الوالي وحتى المولى عتق الجلالي. ايه قال لك في خاطر احبابنا والناس الزينين ام عونا للدرك الوطني ام عونا للشهداء الله يرحمهم بذيك الرقده. ارجع 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 انتبه هذه 100000 تاعي. واه غايضتني الحاج يا ودي نقصت مالك لك يدير ماكش ما تقيدش نقصت مالك لك يدير نكمل جدها يا ماما نكملها الحاج. واه شجبني من جهتكم شجبني وخرجت 100000 من جيبي. اخويا ربي يحفظكم ان شاء الله. هذه نهديها الفرقه تاعكم تبارك الله عليك. انت واسمك؟ تيرت. رابح تيرتي. رابح تيرتي. سيدي خالد. والبرح تاعنا عين الحديد. عين الحديد زيد الشيخ غليزان والاحباب كاع والناس الزينين. مرحبا يعني باحبابنا وغاشينا ولاد الرياح. اي الله يبارك.
هذا الشيخ الحاج. الشيخ الحاج غير يزاني. نعم الشيخ محمد غزال غير يزاني. الشيخ محمد عين الحديد. قصاب تاع الشيخ الجنية. الله الله. والمحدث الشيخ رابح. الشيخ رابح والسيدي خالد بخاطرك يا سليم وغاشي ولاد ريا اكبر ومول الكاميرا مال السيك ما تروح من بالي. الله يعطيك هذه 100,000 معونه للزيار وفرغ لي قلبي. حسيت ولا يرحم الشهداء. وسع شوية وسع شوية وسع شوية. ارجع زادوا قلبي الافراح حسيت روحي انا غريب براني وانا كنكم رعايسي الصلاح خوتي كنحن مرواني سعد اللي كي لهم مقضى صلاح استرهم يا خالقين فوقاني وسنسي قلبي على الملاح يحيى اصحاب الكاميرا حيث ارجع ارجع ورانا قدام هذا الدار يا بنتي روحي جيب لنا شغل ما عطشنا روحي روحي خوف 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 ايه وهرن والبليده والدزاير وسعيده امس الخاله سيره بحوليد تيارت هذه 20 عام من عند حبيبنا غير تيارت انا بصح 100,000 تاع نكملها لي لا كملها ايوا هذه معونه المشيخه البركه لك ليا وا سما دراهمي بداو يولوا لا يولوا نعاود انا نردها لك عاد لعبويا هاك يسرالها تقطعت لا يا حاجي ما حاولين دراهم تاع سكوت والو البركه راهي فيكم الحاج هيا الله يبارك الحاج على قصيده جدارمي خليه يفوت خلينا جدارمي ارجع ارجع كوارت ولا شارع؟ يا كوارت؟ لا لا الجدرمية؟ لا يا روح الجدرمية روح الله 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 يقول لك رقبت على الدات فاتوني دمعات ربلو ذي الوهدات والعشي عندكم رقبت من جلاش انت الشيخ يبان مطام الكتاب صاب اسمي عندكم رقبت على الغوال ومسلم ويا سيدي غمر بحرمك في خاطر حبيبنا سليم ما نساه ما يروح من بالي قال لك في خاطر غاشي ولاد رياح ولاهم غايبين وحاضرين وغاشي كاميرا وين تباتوا وش تديروا وين تروحوا وكي تضلوا وشعار تغيبوا على دياركم عايشين برا ارجع ارجع حاجه ما تحلقش خدمه ارجع خويا احنا نضربوا 10 ايام 15 يوم 20 يوم شهر برا برا ومن بعد ومن بعد نروح لديارنا ايه نباتوا ذيك الليله ولا زوج نعيطوا الليله ولا زوج هذاك مكان صح عندك ثنين الحاج عندي ربعه ويعرفوك ياكم ما يعرفونيش حد البرا قالوا كان ما تجيبش الرقاده خلا ضربوا لك يدي الله يبارك الله يبارك يا ربي يخليك الحاج كلامي يا خاوتي واش نقول ونتفكر الاحباب وصحاب الكاميرا دايرين بيا الجزائر لينا وحنا حرين الله يرحم الشهداء في ذيك الرقده كاينه رساله من عند حبيبنا قال لك في خاطرك اشي سليم وفي خاطرك حمياني تاع تموشنت عرب الرقاده والنهاريه
قال لك هذه في خاطر غاشي ولاد رياح كبار وصغار. برطية نهارية. اي الشيخ. برطالة برطة نهارية ثم اخويا. ايا ها. اه سيسا حيك. باغي برطية. برطية وخر وخر وخر. وخر حل. يا سلام. الله عليك خويا شتك متحمس ما نعباش انا انت كي تسمع حديث ولي صاي ولي ماشي انت وكي تكون في الدار ودير هكا تهرس كلش صاي احكي لي هذا النوع من الغناء هذا كيفاش ياثر فيك احكي لي برك هذا ما نعرفش ما نعرف البنادريه والقصبه هذا ما نعرف سمعت تكون كوما كي تسمع هذه كوما ياك كوما نيشه ورقصه تعلمتها ولا موهبه هذه روحي وحدك وحدي الله يبارك الله يبارك الله يبارك ها حبيبي هذا في القطعه والنهاريه والرقاده مولاها مولاها ها شوف جيب له مثلاً طعام يخليه وين يرقص ها انا خبرك ديركت اروح انا بالكاميرا الواه اروح خلي قاعده راهي تلم تلم بابك خويا سعيد بارك الله عليك الزين مرحبا بك الله يبارك فيك مرحبا بك ربي يخليك غايه لاباس احنا جينا وعده مرحبا بك نفرحوا مع احبابنا مرحبا بك الوعده بطبيعتها شوف الناس قاعده راهي متبسمه وتضحك وتقصر الخير باسط كلش كاين والله مرحبا بكم والله يحفظ هالوطن تاعنا والله يرحم جميع المسلمين والله يرحم الشهداء والله يحفظ كاع حتى الشباب رحم العالم هذا مطلب مرحبا بك اخويا سالي مازال تسمت العشيه اصحاب مرازقه الملاح واش تحتو كي داير شتا العشيه مرازقه شكون هما برازقة على الغولة الجهة تاع المرازقة منا قلال هما تاني قلال وبندير هم يعرفوا الشيوخ هم يعرفوا واه كاين شطح العشية كاين كاين شطح العشية هكا او دير راه ما شوف هيا تربي بين شخص اي بين شخص غير واحد اسمح لي خط واه خطر بالكوسيما والكرافات بصح بلايك راه داير فيهم تيردي يا خويا بلايك والحفور راه داير فيهم خيرات هيا الله يحفظكم ان شاء الله الفرقه هذه كانت بتيارت وغير زين احنا نشكركم نتمنى لكم الخير ان شاء الله يا ربي وادخل للدار بكري ادخل سي ندخل هيا ندخل تبقاو على خير هيا نتلاقاو بعد الفصل سي قال لك القلايلي ما ينساه الزكتافه كما شفتوا البرنامج تاع اليوم كان سبيسيال غير القصبه والقلاو شفنا الشيوخ شتنا الشعارة نقول لكم نتلقى بكم في عدد آخر في بلدية واحدة أخرى ولا في دوار واحدة أخرى إلى ذلك الحين نقول لكم تهلاو في الوادين والقصبة والقلال ربي ربي رح تتبقى ضرب بالفاس من فوق الصرة ما فيها بس ما كاش الخاشة صير حرة أنا أصبق وي خويا وي هادي من عند الجروب نجمة رايكم لكم كبر لي بالحباب اللي حاضرين من بعيد من قريب من غريب رايكم لكم قاسم اللي حيار من يقصد واللي رقم اي شو من المعرفة احكم في الناس وقول عليها مقلد لا تسمح على دير عليها دعفة او في خاطر الزغرات هي